اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. معانا الاستاذه نجلاء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اكلم فضيله الشيخ؟ اتفضلي مع حضرتك. الو، السلام عليكم. اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا حضرتك يا فضيله الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك، انا جوزي يعني من ساعه ما اتجوزت وهو بيضرب وبيشتم وما بيصرفش على البيت كويس. حول الله يا رب. سامعني حضرتك؟ نعم. سامعين نعم. حضرتك الو. ايوه سامعين حضرتك يا استاذه نجلاء. يعني بيضرب ومش كويس، معاملته مش كويس. ايوه، وبيضرب عيالي وبيضرب بالكرابيج، واحنا عايشين في حياه صعبه قوي. فهل انا كده باخد ذنب ان انا عايشه معاه، ولا كان المفروض اخد عيالي وامشي من زمان؟ هو انت حضرتك متجوزه بقالك كام سنه يا استاذه نجلاء؟ بقالي حاجه 20 سنه، 23 سنه، حاجه زي كده. وهو 23 سنه ده اسلوبه وده سلوكه من اول لحظه؟ من اول يوم، من يوم الدخله حضرتك، عشان هو بيتعاطى حاجات فبيبقى مش في وعيه. كنت طيب. عارفه قبل ما تتجوزيه بكده؟ لا 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 لا، انا كنت في بلد، هو في بلد تاني خالص. تمام يا استاذه. انا خايفه اكون اشيل ذنب عيالي ان هم اتربوا في حاله نفسيه زي الزفت. طيب طبعا يا استاذه نجلاء، انت حاولتي اكيد في ال 20 سنه تكلمي حد من اهله، تتخلي ناس كتير، اكيد حاولتي. وغلطت كتير ورجعت تاني، وعشان العيال، عشان ما يتبهدلوش عند حد. ولكن خايفه انا اشيل ذنبهم العمر كله ان هم يبقوا كده. طيب انت في عندك امكانيات ان انت تقدري خالص لا. طيب تمام، شكرا يا استاذه نجلاء. اسئله عبقريه. يعني سبحان الله ما شاء الله عليك. يعني هو الحقيقه يا استاذه عظيمه، ربنا يقويك اولا ويعينك ويهدي الزوج ويهدي كل زوج يا رب على وجه الارض لما فيه الموده والرحمه، وكل زوجه ايضا يا رب، ونشوف بيوتنا كده عامره وبيوتنا فيها الموده والرحمه. قصة ان انا على التلفزيون دلوقتي اقول لك لا طبعا ما ينفعش، لان ده الموضوع عايز قاعدة واثنين وثلاثة وعشرة ومية، لازم ندرس كل التفاصيل. حضرتك سألتي اسئلة جميلة جدا، ولكن برضو مش كفاية، ده احنا لازم نقعد ونعرف ايه قدراتك انت وايه قدرات الاولاد. زي ما قالت المرأة الصحابية، ان ضممتهم الي ضاع، وان ضمم جاء. هنا جوع وهنا ايه ضياع. طب لا، مش هيبقى، مش هينفع، يبقى شامل الاسره احسن. فنقيس المضار والمنافع. فلما تبقى الجانب اللي فيه المضار اكثر، لا نسيبه وخلينا في الجانب اللي فيه المنافع. الله يقويكي، الله يعينك، يعني قلبي معاكي ودعائي لك ليل نهار، ما سبق من دعاء وما سيلحق لك ولامثالك ان يصلح الله الاحوال. لكن الصبر يا ست الكل، الصبر سينتج لنا أسرة طيبة مباركة. ما هو معلش يا دكتور إبراهيم، ما نقدرش برضه زي ما حضرتك قلت نقول برضه حتى الصبر وإحنا مش عارفين تفاصيل، نقول بقى لها 23 سنة بتتضرب هي وولادها. لما أقول الصبر أحسن، لما العيلة دي تتشرد وبص الاقي الاولاد بقوا في الشوارع وتحت الكباري ونصابين ودجالين وقتلين قتلة و و و. طب ما هو يا دكتور بريم برضه لو محطوطين في اب بيضرب بالكرباج، هل ده منطق؟ لا، ما انا هل ده مقصود بالصبر؟ انا مش مع الضرب، ما احنا قلنا في الاول هي ايه وقلنا ده ايه. لكن لما بنقيس المنافع والمضار، مضار البقاء اكتر. هيطلعوا مشوهين وقتلين لا لا لا، ناخدهم ونشوف ايه الدنيا. طب انا لو خدتهم ورحت يبقى هو ده؟ لا، فتقاس المضار والمنافع. عشان كده انا قلت ده احنا عايزين نقعد 100 قعده. أيوة ده عشان حقيقي. نفهم. اصل انا بخشى ان حضرتك او اي شيخ لما بيجي يقول اصبري فبيفتكروا بقى ان انا خلاص كده، ده ساعات الصبر بيكون سلبيه، ما بيبقاش صبر، وبنبقى فاهمين الصبر غلط. لا، فعلشان كده دراسه تفاصيل المنافع الموقف والمضار بالظبط. يعني سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول مش العاقل اللي بيختار بين الخير والشر، العاقل بيختار ما بين يعني شرين، انهي افضلهم او انهي اهون. نعم عليهم. نعم احسن. اللي هي نفس الايه اللي حضرتك بنتناقش فيها، فاسالوا اهل الذكر. بالظبط. اللي ربنا لما اتكلم فيها قال فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ما انا يمكن بعيد طبعا عن اختنا المتصله، ممكن يكون هو بيضرب لان هي لسانها طويل، بتقول له ابوك وعيلتك واللي وراك واللي جابوك مثلا، وممكن عشان بيتعاطى، وممكن عشان مش لاقي وراها ظهر. أيوة. مش لاقي اب ولا اخ ولا عيله مثلا، وممكن. أيوة. وممكن هي الفكره ان المواضيع اللي زي دي لو بنقولها بالورقه والقلم فاكيد زوج بيضرب غير مسؤول، زوج مدمن غير مسؤول، والاكيد بالورقه والقلم. يعني لو بنقول 1+1=2 بنسيب الحياه دي، ده لو بنقول قوانين كده يعني، لان ده مش المنطق ولا هي دي الحياه الزوجيه اللي بتبنى عليها. ما ينفعش نقول نسيب مره
واحده بدون تفاصيل. ما هي عشان كده لسه بكمل. أيوة بكمل تمام. ان فكره ان ده لو بنقول بالورقه والقلم من غير ما نشوف اطراف كقوانين. أيوة زواج مش هي دي قوانين الزواج اللي ربنا قال عليها. نعم. ربنا ذكر الموده والرحمه. نعم. لا ضرب ولا ادمان. نعم. فده البديهيات اللي بيخلينا ما نفتيش ونقول بقى لكل واحد حته لا ضرب. لا في ضرب ولكن مش ضرب الضرب التهدي عفوا بس عشان ده شرع يعني. أيوة. ده شرع فضل. انا لا ليا دعوه بعلمانيه ولا ليبراليه ولا مش عارف ايه. انا ليا دعوه بشرع ربنا في في زي ما بيحصل من الاب لابنه او الاستاذ لتلميذه. بس ليس ضرب القسوه وليس ضرب الانتقام. ما يبقى ده مش المقصود خالص بالضرب اللي بيه. لا طبعا التهذيب. ايوه عشان كده انا بقول يعني مش ده بالظبط. مش ده الجواز ولا ده اللي ربنا قال مثلاً عليه ضرب لما اعمل كده. أيوة مثلا عشان كده بنقول ان مش هو ده خالص الجواز. فالمواضيع بقى بتبقى عايزه تفاصيل زي ما دكتور ابراهيم قال يتقاعد مع حد متخصص. أيوة. ان شاء الله شيخ ان شاء الله حد مسؤول علاقات اسريه فتعرفي التفاصيل. لان ممكن فعلا بتبقى في امور انت طاقتك ايه قدراتك ايه. ما انت ممكن واحد يستحمل الجوع وان انت تتطلقي وتستحملي الجوع اهون لك من ان انا بقعد اتضرب وبحمي ولادي. في واحده تستحمل ده. في حد تاني تقول هبتدي حياتي واشتغل ان شاء الله اي شغلانه بما يرضي الله. ده من جانبها هي. من جانبها هي. لكن في جانب الاولاد كمان بالظبط. ففي يعني تفاصيل. أنا ممكن اختار كتيرة. نفسي واضيع الاولاد هتبقى مشكله. وممكن هتلاقي اختار الاولاد واضيع نفسي. صح. والله دي انت حره فيها. وهتلاقي بالظبط. وهتلاقي في اللي يقول لك ان الولاد احسن لهم ما يبقوش مع اب زي ده. وفي نعم. اللي يقول لك لا ده اخف ضرر من اللي هتواجهيه. نعم. فكل الكلام ده احنا مشفقين عليكي وقلبنا معاكي. بس يا تسيبي تليفونك يبقى احد المشايخ يتصل بيكي ويشوف القصه دي ونشوف. نعم. حلها ايه. لكن لازم بالتفاصيل. صعب جدا تبقى الفتوى على الهوى. وربنا يا رب يعمل لك كل الخير. آمين.